أنا كصبية عايشة بمجتمع معين إجباري أي حدا ممكن يتعرض لحالة إما عنف أو تحرش أو ممكن كلمة بذيئة هو ما يرضى له. فرنين قبل اليوم قبل عزتي كانت تمشي وتخجل بالشارع ما تحكي، اليوم بعد عزتي رنين هي رنين قوية، رنين قادرة تدافع عن حالها، توقف أي حدا ممكن يتحرش فيها أو يعتدي عليها أو حتى يعنفها ولو بنظرة. رغبتنا يتمكنوا السيدات والصبايا اليافعات من أنه يكونوا عنصر فاعل بالمجتمع أكثر بتمكينهم بالمعلومة القانونية، حتى نمكن مبادرة عزتي للدفاع عن النفس مو بس بالسلوك الوقائي كمان بالمعلومات القانونية اللي لازم تكون متوفرة ليكون الشخص متوازن بأي فعل بيقوم فيه. فأنا لا أقدر أوصل لمهارات متكاملة وثقة حقيقية، كان لابد من ربطها بالأمور المعلوماتية المجتمعية. يعني أنا كثير مثلا بنسأل إنه أنا أخي إذا عملت هالقصة القانون بيحميني ولا لا؟ ما في معرفة فما في ثقة، يوم اللي بتوعي بصير في ثقة، بصير بعرف أمر القانون لا حامي. فدائما أنت لما بتقدمي المعلومة مع الشيء العملي فأنت عم تمشي على خطين هن اللي بيعملوا عملية البناء بالإنسان. شو قاعد أعطيكم كوكو؟ هلا اول شيء كشيء نفسي، يعني هو يعني اساسي هو النفسي. صراحه كثير تغيرت نظرتي لنفسي، تغيرت نظرتي انه لا انا بقدر دافع، انا بقدر اعمل، انا ماي ضعيفه، يعني ماي انسان ضعيف. يعني حتى كثقه كثير زادت ثقتي بنفسي. كتدريب الحمد لله انه عم نعرف نطبق التقنيات اللي عم تعطينا اياها الكوتش، عم نعرف انه ندرب وكذا نقوي حالنا.